سهرة اليوم راح نروحوا إلى غرب الجزائر، إلى وهران الباهية، إلى وهران الحبيبة، إلى مدينة الفن، مدينة الفكر، مدينة العلماء، المدينة التي قال عنها ابن خلدون: من دخل إليها فقيرا خرج منها غنيا. مدينة وهران، تحية كبيرة للجمعية الثقافية دار الفن لولاية وهران. استخبار سيكا صافت نظرة بديت باسم الغاني الحر يا رسول الله، عشقي وغرامي الله الله. في برنامج ثالث راح يكون استخبار لا إله إلا الله، الله مولانا، الشرق نورا، هيا ونزوره. وكل هذا تحت قيادة الجوقة الموسيقي، راح يكون تحت قيادة الأستاذة إناس بولعدس. تحية كبيرة لجمعية دار الفن لولاية وهران الباهية. سيد أحمد فكاك من حصى بن سلم سلطان، رضوان الله رحمة العطاء. I'm gonna make it.
دار الفن. تحية كبيرة لجمعية دار الفن جتنا من ولاية وهران الفنية. هم شباب هن شابات محبين للفن الأندلسي والحوزي. تتفضل معنا إلى وسط المنصة رئيسة الجوق الموسيقي الأستاذة بولعداس إناس، مشكورة ومرفوقة بالأستاذ حبشي عماد ماسينيسا من أجل استلام باقة الورد وشهادة المشاركة. تتفضل كل من السيدة عائشة جازية زاوي رئيسة مصلحة الشباب بمديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة، ممثلة عن مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، مرفوقة بالسيد محفوظ عرباوي رئيس الجمعية الثقافية المطربية البليدة، والسيد رابح يعقوب إطار بمديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة، من أجل تسليم باقة من الورود وشهادة المشاركة لرئيسة الجوق الموسيقي بولعداس إناس والأستاذ حبشي عماد ماسينيسا، والصورة تذكارية جمعية. جمعية دار الفن لولاية تتفضل كذلك سيدة جازية زاوي من أجل الصورة التذكارية في هذا التكريم المقدم من طرف جمعية دار الفن لولاية وهران للجمعية الثقافية المطربية لولاية البليدة. تحية مرة أخرى، تحية كبيرة لكل أعضاء جمعية دار